وقري الشباب المحمدية شيخ محمد ناصر الدين البان رحمه الله تعالى أنا وصوكه بصد كتاب كاسي ووية لحتى مكتبه ووية له كتبتنا الشباب المحمدية واحد كشي كان يسأل نبي قصي فديسي سدو ايكا سنكي سدوها تيميسي حتى انت تيمود عرائي قرقي سكوت علي اي كورمين صفة فراش النبي صلى الله عليه وسلم فراش النبي كل سحان شري صفة حتى واحد آخرين إنه علماء مد كمد وقرأ كتاب لا يرى صفة النعل النبي صلى الله عليه وسلم كبيه النبي صلى الله عليه وسلم صفة صداهد صدوه تكن شري أنت ركعه وتكن شري النبي صلى الله عليه وسلم صلاة مركو السلام عليك والسلام عليكم هذا محو أرن شري مدين عبدك بو وش أيود وش تنشري مثلاً عبدك بو فريس شري يعني وحويان وحا اي نصورن حياتي بي سي او نبا اي نصورن صلى الله عليه وسلم هذا وحا يسوي دين لي يوغو علماء اي كتب تألفين صحابة دين اي سووري سي نبي صلى الله عليه وسلم وحا اسميه او دن نبي صلى الله عليه وسلم وحا اسميه او دن يوغو اي نصو اي نوريي اي 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 اخوات وحا يسوي دين لي سيبي أدعي كرتائين سحابته إلا بين رضي الله تعالى عنهم ما ننتي النبي صلى الله عليه وسلم رشي سيبي إلا بين ما ننتي النبي صلى الله عليه وسلم رشي سيبي إلا بين ووحن عقلي قال هنا يا أخوة الأخوات أرن عقلي قلي كرمها عقلي قلي ما قلي كرتو إني سحابته يقول سيفوينك سيا نبي أسفي وحتى أي نوغة والرمان إنت يعني تماه عرده قركي سكوية لي أي نوغة والرمان أي نو شيئين سبي صحابة رضوان الله تعالى عليهم أي كو إلا بين إني نو شيئين ما ننتي النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء ما لبيت منك ربيع أول بيهد ما سقالك ربيع أول بيهد ما تمنك ربيع أول أيهد واحد تاس أي الأخوة الأخوات أي كهذا ترجمة يسا أي كوت المام يسا إن أرن كاسي أنو أهمية بدن أنا صحابة رضوان الله تعالى عليهم أنا سنين واي هذا بقى واحد سوي دين لما حين كود دينا أرن كم يكون نحرك اسمه صار نقلنا ما حين كود دينا مولت النبي مولت النبي ما حين كود ديني أو إنه أنيري وأرن أن شرع هذا هي دين الإسلام كأنكم بنارين واحد سببته تها أيها الأخوة الأخوات إن أولا وإن دينته ود ما يسترنتي وإلهي سبحانه وتعالى دينته ود ما يستري هدي دينته أيده ما يسترنتينا واحد لا لو حدينته لقصه كرديا ما حين واعتبرنا إنه يهي إنه بدعية هي وحلا لوح دين تلو جسوا كرديو وحينو اعتبرنا بدعو مركا إن دينتي وحلا جان نقصا من الله ما أقوله إن دينتي وحلو جز زيادة الله ما أقوله أيها الإخوة والأخوات فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد سيد النبي صلى الله عليه وسلم ونفرايو أو سنية سي سنة خلفاء ديسة أي نبي صلى الله عليه وسلم إنه قدر داريا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي مركا دينتنا أيها الأخوة الخواض هو دين دمايستران واحد نصو شايني إن أرن كان موليدك آني صحابة دي أقون وعهدي النبي آن لقو أقون صحابة دي أيها الأخوة الخواض سيبقوا إلا بكران أرن دينتا كميدا أرن دينتا كميدا سيبقوا إلا بكران إلا واحد إن سيدا إن سؤالا ما أنت كل جوابا يي لوي دي أرن كان موليدك آن إلي موليدك مركا إنو سمين إنو حسكا إنو أدبال دقيو أما وإنه أجر كهله أما وإنه أجر كهلين وحنظر تعمل كستو إله الرالي قلنا يو عبادة أو شرود سي أو فصدي إله سبحانه وتعالى أجر بالك قهلية بركة هدي أن أجر لقهلين بمعنى وحوين وعمل أنو إلهي أنو أقلين عمل أنو إلهي أقلين صحابان ونو هدان مانتا يكتر هذا عمل حل قوهي ممكن أها أو إن لقو عمل فلو أي صورة قلعة هيدو يكو عمل فلي وين أي إنو مانتا يكو عمل فلينا عمل iyo ibado sura gal ahayn in saxaabadu ku amal falaan oo ay sameeyeen waayeen ayay inagu imka in ku amal falayna ayay la xawad arinkaasi waa arin aad iyo aad u baciid marka sababta ugu horeysa in u diideeyno mawlidka oo leenahay mawlidka yaan lagu dhaqmin oo mawlidka laga fogaado sababtu waxa weyn mawlidku waa bidac weyn walidaalika ayaa imaam malik rahimahullahu ta'ala sida ash-shatibi oo i'tisaamka ku soo warinaayo ayaa waxa uu imaam malik leeyahay man ibtada'a fil islam bid'atan yaraaha hasana فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. فلوفي رسالة عبارة ذاتي إمام مالك رحمه الله تعالى. من زعم قافك الشيء كتبه إمام مالك ليه رحمه الله تعالى. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة. قافك إسلام كوكوسو كرديب بدعوه
uu moodaya inay tahay bidco xasana oo wanaagsan wax wanaagsan u haysta faqad zacama anna muxammedan sala allahu aleyh wasalam khaana risaala qofkaas waa qof sheegtay inuu nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam uu risaaladii iyo diintii iyo waxyigii ilaahay u soo dhiibay sala allahu aleyh wasalam u khiyaaneeyey bimacnaa muxuu imaamaan ugu jeedaa waxaan qofka maanta islaamka wuxuu ku soo kordhiya u haysta in waxaasi wax wanaagsan yahay wax aanu nebigii sameyn oona saxaabadii sameyn oo cahdigii risaalada ay soo degisay aan lagu camal falin oo nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam dadka aan u sheegin ninka maanta ku camal falaa waa qof sheeganaya inuu nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam uu risaaladii khiyaameeyey lianna allaha yaquul imaam maalik wuxuu ilaahay baa leh alyowma akmaltu lakum diinakum alyowma akmaltu lakum diinakum maanta ayaan diintiini idii dhameeyey marka macnaheedu waa maxay ayuu leh qolqabad ilaahay diinta wuu dhammaystiray maadaama uu ilaahay diintii dhammaystirana innaga inooma bannaano inaynu diintii wax ku soo kordhino ama aynu wax ka nuqsaamino marka imaam maalik raximah allahu tacala isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yidhi wixii maalintaasi aan diin ahayn maantana diin noqon maayaan ya wixii maalinta aan diin ahayn maantana inay diin noqdaan ha ka yaabin wax camal aan ilaahay kuu dhoweynin cahdigii iyo zamankii nabiyullaahi maxamed sala allahu aleyh wasalam oo ah waqtigii ay risaaladdu ay socotay inuu maanta ilaahay ku dhoweeya arrinkaasi arrin suuragala maaha marka qodobka ugu horreeya eenu aan doonayo inaynu xusuusnaano ayuu yihi qolqabaad waxa weeyaan waa in umawliidku yahay bidco u yahay bidco ilaahay subxaana wa tacaala lagaga fogaanayo arrinka labaad waxa weeyaan u dabaaldega iyo xafladan loo samaynayo mawlidku waxa weeyaan waa tashabuhun binasaara oo qodobka labaad ee loo yahay ma banaano mawlidku waa tashabuhun binasaara oo waayo nasaarada ayaa waxay u dabaal degtaa in krismasku uu yahay maalintii nabi ciise u dhashay in xitaa iyaga laftooda waxa lagu leeyahay muarikhiintooda maalintaasi sax maaha bay leeyihin laakiin cumuuman nasaarada iyo kristaanku waxay u dabaal degaan krismaska oo yidhaahdaan waa maalintii uu nebi ciise calayhi salaam u dhashay in nasaarada arrinkaa lagaga daydaana ayuha ikhwal akhawaad waa arrin khatara waayo nebigu sala allahu caleyh wasalam aad iyo aad ayuu uga digay oo waa arrin xaaraana haddayna kufri way ahaynba sidaa in culimmada qaarkood ay sheegeen kudeeshada nasaarada lagu dayanayaa gaalnimo way gaadhsiin kartaa qofka mareykan qaarkood waxay noqon kartaa kabiira min alkabaa'ir nasaarada haddii lagu daydo mareykan qaarkood wuxuu noqonayaa arrinku gaalnimuu qofkii gaadhsiinaya xilliyadan qaarkoodna wuxuu noqonayaa macsi iyo dembi weyn laakiin cumuuman kudeeshada nasaarada lagu dayanaya arrin khatara weeyaan waxaad eegtaa xadiiska imaam axmed iyo abu daawud ay soo wariyeen oo nebigu sala allahu aleyh wasalam uu yihi man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum man tashabbaha biqowmin qofka qoom ku dayda iyaga ayuu ka mid yahay imaam muslim ayaa isaguna cabdullahi ibn cumar radi allahu canhuma ka soo warinaya inuu nebigu sala allahu aleyh wasalam uu yihi khaalifuu almushrikiin khaalifu lmushrikiin mushrikiinta khilaafa oo ku khilaafa maxay hadyigooga iyo cibaadadooda iyo ciidahooga iyo dhaqankooga iyo dariiqada noloshooda ku khilaafa haddii ay tahay waxyaabo manfaco adduunyadu aydinku jirto oo cilmi adduunyo iyo technology iyo wax noocaasiya waydun ka baranaysaan iyo ma garanaysaa qaabka wax loo maamulo iyo arrimahaasi noloshiina manfacada u leh ee aan diinta shuqulka ku lahayn ee xayaatada sida loo dhaqo ah oo technology ay ka mid tahay kuwa waa laga soo qaadan karaa laakiin ayo yarakh walakhawaad yacni in usluubka nolosha iyo dhaqanka iyo caadooyinka iyo ciidaha iyo cibaadada iyo salaada iyo soonka iyo dikriga in lagaga dayda gaalada maaha waana arrin ilaahay subxaana wa tacaala uu xaarantimiyey marka mawliidka waxaynu ku diideynaa sababta kalenu ku diideynaa waa maxay waxa weeyaan waa inuu mawliidku yahay waa ku dayasho lagu dayanayo gaalada lagu dayanayo waa tashabuhun binasaara weye nasaaradii baa lagu dayanaya oo sida culimmadeennu qaarkood ay sheegeen xitaa bilowgii mawlidku uu bilowday waxay culimmadu ay yidhaahdeen muwarikhiintu markay dabagaleen meelaha uu aadka uga hirgeli fi caalam alislaami waxay ahayd dhulalka ay muslimiintu ay la dhaqnaayeen ay nasaara la dhaqnaayeen ay muslimiintu ay nasaarada la dhaqnaayeen yacni bimacnaa meelaha muslimiintu ay la dhaqnaayeen ay la noolaayeen aqaliyaad ama minority kristaana sida shaam iyo masar oo kale walidaalika ayaa muslimiintii markay arkeen nasaaradii oo u dabaal degaysa dhalashadii nebi ciise ayaa muslimiintiibaa waxay kaga daydeen nasaaradii kristaankii iyaguna oo yidhaahdeen hadday nasaaradoo nebi ciise ay u dabaal degayaan nagu maxay nebi maxamed aynu ugu dabaal degi weyne waxaan ugu dabaal degi weyne waxaan qoleyn baa yacni niman dhaliyaro muslimiin oo faransiiska jooga ayaa berigii dhowtoole markii nebiga sala allahu aleyh wasalam kartoonadii iyo denmark jaraa'idka lagu sawiray
ayaa way ka carodeen abcan qasigooga u fiican laakiin bal sida qalloocday wuxuu fahmeen bal dhegeyso waxay idhaahdeen maalinta valentineka inagu dabaaldegmayno laakiin waxaan u bixinaa maalintaasi maxamed isdhey oo xalkii dadku ay valentineka ciid cushaaq ay ka xusaan inagu maalinta nebi maxamed sal ll slam ayaynu xusina waa nebi maxamed inaad maalin kali xusid kaama baxna nebi maxamed sal llahu alay slam waa rasuulkaagii nebigaagii in noloshaadoo dhammee dariiqadiisii ay ku toosnaato oo sunnihiisa noolayso oo laga arko sunnihiisii ayaa lagaaga baahay laakiin aad sanadka maalin xusoo tiraa nebi maxamed baan jeclay arrinkaasi arrin ayo rekolakhawaad la aqbalaya maha nebiga inaad jeclaato oo noloshiisii iyo xayaatadiisii iyo sunnihiisii iyo hadyigiisii iyo samtigiisii waa in muuqaalkaaga iyo xayaatadaada intaba uu ka muuqdo kolkaasi culimadani waxay leeyihin muslimiintii nasaarada la dhaqmaysay ayaa arrinkani aada u hirgelisay khaasatan muslimiinta shaam ku nooleed iyo muslimiinta ku nooleed dalka masaarida ku nooleed waxaanan xaggan xusuustaa kelmadu sheekhu islaam ibnu taymiya raximahullahu tacaala uu yidhi